مساء الخير، وصفة لذيذة وسريعة وحلوة كوجبة أو كمقبلات، وحلوة تقدمينها مع شاي. الأغراض كلها كاملة أخذتها من دمار العقيلة المزارع الصحية بالقصيم. راح أقدمها بالميني فخار الصغيرة وأغطيها بالبيف باستري. طبعا أول شيء راح أحمس الدجاج بالبهارات المشكلة وبودرة البصل الأصفر، مرة لذيذة هذه مع الحمسات والملح، أخليه إلى ما يستوي معي الدجاج. البطاطس هنا سلقتها بموية وملح وخليت إلى ما يستوي. خلاص بالفخار حطيت البطاطس وفوقها الدجاج وغطيتها بشوي الكزبرة وغرقت هي كريمة الطبخ، يعطي نكهة مرة لذيذة. خلاص الحين بالبيف باستري غطيت الفخارة كذا، سكرتها مع الجوانب زين، بعدين راح أدهنها بالزيت، وبعدين حطيت عليها اللي هي الحبة السوداء، يكون شكلها كذا بالفخارة. واللي يحب يحط طبعا اللي هو جبنة الموزاريلا قبل ما تحطينها، بعدين أدخلها الفرن وأخليها تتحمر بس مع فوق لأنها مستوية في دقايق تكون جاهزة مثل كذا، مرة لذيذة. وبعدين عاد نفتحها من جوا وتعالي شوفي كيف الطعم من جوا، كريمة الطبخ مع البطاطس مع الدجاج والجبنة الدايبة، الطعم ما أحكي.